أهلا وسهلا بكم في مقر الهندسة التفاضلية، المحاضرة الثانية. درس اليوم إن شاء الله هو التمثيل البارامتري لمنحنى. يمكن التعبير عن المنحنى بطريقتين. الطريقة الأولى يمكن التعبير المنحنى كمجموعة نقاط تحقق معادلة معينة. طبعا راح نكتبها بهذا الشكل. C هي عبارة عن مثلا في المستوى X و Y، مجموعة النقاط X و Y التي تنتمي إلى R تربيع، بحيث تحقق إنه الـ F X و Y تساوي ثابت. طبعا هنا منحنى في المستوى هو الـ R تربيع. أي معادلة في المنحنى دائما تكتب بهذا الشكل. لو أخذنا مثلا دائرة الوحدة، نعرف أن دائرة الوحدة هي عبارة عن x تربيع زائد الواي تربيع تساوي الواحد. x تربيع زائد الواي تربيع هي عبارة عن الاف اوف x and y، خلاص. والسي هي عبارة عن الواحد. مثلا القطع الناقص نعرف انه يكتب بالشكل x تربيع على a تربيع زائدا y تربيع على b تربيع يساوي الواحد. الجزء هذا هو عبارة عن f x and y. القطع الزائد هو عبارة عن ايش؟ x تربيع على تربيع ناقص الواي تربيع على بي تربيع تساوي الواحد. القطع المكافئ هو عبارة عن الواي يساوي الاكس تربيع. هذه يمكن كتابتها y ناقص x تربيع تساوي الصفر. هذه هي ال f x y تساوي c اللي هي الصفر. هذه f x y تساوي الواحد، وهكذا. إذن يمكن التعبير عن دائرة الوحدة لو سميناها C هي عبارة عن مجموعة النقاط X و Y التي تنتمي إلى الـ R تربيع، بحيث أن F X و Y تساوي واحد. طبعا هنا الـ F X و Y هي عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع، وهكذا. القطع الناقص راح يكتب بهذا الشكل، هي مجموعة النقاط x و y التي تنتمي الى r تربيع، بحيث ان ال f x و y تساوي الواحد. هنا ال f x و y هي عبارة عن x تربيع على a تربيع زائد y تربيع على b تربيع. مثلا قطع المكافئ هي عبارة عن c تساوي x و y التي تنتمي إلى R تربيع، بحيث أن F X و Y تساوي
صفر. هنا ال f x y هي عبارة عن y ناقص x تربيع. كذلك الخط المستقيم، الخط المستقيم نعرف أن الخط المستقيم الصورة العامة لمعادلته هي ال اي x زائد ال b y تساوي ال c. إذن يمكن تعبير عن خط المستقيم هي عبارة عن x و y التي تنتمي إلى ال r تربيع، بحيث أن اي x زائد b y تساوي c. إذن هي مجموعة النقاط التي تحقق معادلة معينة أو خاصية معينة. إذن يمكن التعبير عن المنحنى بهذا الشكل، أو يمكن أن نعبر عنه بطريقة التمثيل البارامتري. الطريقة الثانية هي التمثيل البارامتري لمنحنى. ماذا نعني بالتمثيل البارامتري لمنحنى؟ التمثيل البارامتري هو دالة ملساء ألفا، نسميها ألفا، من الآي إلى الآر إن، معرفة بالشكل اللي هي الألفا أوف تي. ماذا تساوي؟ نفتح قوس اللي هي دالة اتجاهية، لأنه أنا أتكلم عن آر أوس إن، معناته أنه عندي الإكس واحد بالنسبة لتي، دالة المركبة الأولى هي دالة في التي، المركبة الثانية كذلك هي مركبة في التي، دالة في التي، وهكذا إلى الإكس إن أوف تي. طبعا الآي هي عبارة عن فترة تكون من الأي إلى البي، وهي محتوى في الآر. نسمي تي بالوسيط، نسمي تي بالوسيط. طبعا لو أخذنا عندما يكون ال n يساوي 2، يعني الألفا وقتها الألفا راح يكون من ال i إلى ال r تربيع، راح يكون بهذا الشكل. هذا هو ال r عبارة عن خط مستقيم، وهذا هو ال r تربيع، محور السيني الـ x ومحور y. طبعا نعرف انه اي قيمة هنا راح تاخذ t، مثلا هنا t تساوي الصفر، t تساوي الواحد، t تساوي سالب واحد، وهكذا t مثلا تساوي جذر اثنين. اي نقطة هي عبارة عن عدد حقيقي. عندما نتكلم عن تمثيل البارامتري يعني أتكلم عن دالة، يعني كل نقطة لها يكون لها صورة، والصورة راح تكون وحيدة. لو أرسم هذا المنحنى هو عبارة عن الألفا أوف تي، هو عبارة عن دالة إكس أوف تي، إكس واحد و x2
تي. هذا يعني انه اي نقطة على الخط المستقيم راح يكون لها ماذا؟ راح يكون لها صورة. مثلا النقطة هذه فرضا راح يكون هذه النقطة هذه هي صورتها اللي هي ألفا أوف زيرو. عند النقطة تي يساوي الواحد فرضا تكون في هذا المكان هذه الألفا أو. وبالتالي كل نقطة على الآر راح يكون لها صورة وحيدة على المنحنى، وبالتالي أنا أتكلم عن دالة. المنحنى يكون في المستوى عندما ال n يساوي 2، يكون في الفراغ عندما n يساوي 3 وهكذا، يعني انه عدد المركبات هو تبعا لل n. يعني اخذ عدد من ال t من ال r، وبالتالي راح يكون الناتج هو عبارة عن المتجه اللي هي دالة متجهية. تعوض عن ال t بعدد يعطينا الناتج دالة متجهية، وبالتالي نتكلم انه لما ناخذ عين التي تساوي الصفر، اذا بالتالي يوجد متجه يربط بين نقطة الاصل والنقطة النقطة هذه اللي هو متجه موضع زي ما اخذناها في المرة الماضية بهذا الشكل. عند التي تساوي الواحد راح يكون عندنا ايضا متجه موضع بهذا الشكل وهكذا. اي نقطة مهما تكون في هذا المكان مثلا راح ترتبط بنقطة بهذا الشكل. لو كانت هذه التي واحد مثلا، هذه صورة الالفا تي واحد مثلا، وراح يكون فيه متجه موضع بهذا الشكل، وبالتالي هي عبارة عن دالة. يعني كل نقطة أو كل قيمة على الآر يكون لها ماذا؟ يكون لها صورة، والصورة هذه وحيدة. بينما نتكلم عن ملساء، الملساء يعني أنها قابلة للاشتقاق عدد لا نهائي من المرات. قابلة للاشتقاق عدد لا نهائي من المرات. طبعا نعرف أنه زي الدالة واي تساوي واي تساوي ساين اكس، لما نشتقها راح تعطينا الكوساين اكس، لما نشتق الواي شرطة راح تعطينا الساين اكس، لما نشتقها نفس الشيء راح تعطينا سالب كوساين اكس وهكذا. اذا دائما الناتج الدالة لما نفاضلها راح تكون قابلة للاشتقاق، المشتقة موجودة وقابلة للاشتقاق، وبالتالي يمكن الاشتقاق عدد لا نهائي من المرات. هذا يعني انه الدالة ملساء. اذا التمثيل البارامتري هي عبارة عن دالة ملساء، والدالة هذه هي دالة متجهية، يعني راح ننظر لها، ما راح ننظر لها كمجموعة نقاط زي التعريف السابق، لا راح ننظر لها كنهاية متجه. طيب لو أخذنا الأمثلة السابقة وكتبناها كتمثيل، تمثيل بارامتري. أولا مثال واحد، دائرة الوحدة،
اللي هي x تربيع زائد y تربيع تساوي الواحد. يمكن تمثيلها بارامتريا بالشكل الفا اوف تي تساوي، طبعا لانه نعرف الدائرة الوحدة هي موجودة في الار تربيع، اذا بالتالي راح يكون التمثيل البارامتري عبارة عن دالة متجهية لها مركبتين في الار تربيع، وبالتالي راح نبحث عن اكس واحد تي واكس اثنين تي بحيث تحقق هذه المعادلة اللي هي اكس واحد تربيع زائد اكس اثنين تربيع تساوي الواحد. طبعا نعرف من المثال الشهير او القانون الشهير في الدوال المتجهية انه يمكن كتابة اكس واحد تي ككوساين تي، ويمكن نكتب الاكس اثنين كساين تي، وبالتالي الالفا اوف تي تساوي كوساين تي وساين تي. طبعا السبب لان القانون الشهير انه الكوساين تربيع تي زائد الساين تربيع تي دائما يساوي الواحد، اللي هي نفس معادلة دائرة الوحدة، فقط استبدلنا الاكس بكوساين تي واستبدلنا الواي بساين ساين تي، وبالتالي تمثيل الشهير للدائرة الوحدة اللي هو الالفا اوف تي تساوي كوساين تي وساين تي. طبعا حيث التي هو من صفر الى اثنين الى اثنين بعد. طبعا لو كان معنا اي دائرة، طبعا دائرة الوحدة نعرف انه مركزها صفر صفر ونصف قطرها اللي هو الواحد، يمكن كتابة الالفا تي بالشكل هي عبارة عن سي زائد اي في كوساين تي و اي ساين تي، حيث السي هو عبارة عن مركز الدائرة والأي هو نصف قطر الدائرة. لو أخذنا مثال اكتب التمثيل البارامتري للدائرة التي مركزها 2 و3 ونصف قطرها بكل سهولة، نكتب الألفا تي هي عبارة عن اللي هو المركز هو عبارة عن 2 و3 زائد اللي هو نصف القطر 2 نضربها في كوساين تي فاصلة 2 وساين تي. طيب نجمعها المركبة الأولى مع المركبة الأولى، راح يكون الناتج هو عبارة عن كم؟ 2 زائد
2 في كوساين تي فاصلة زائد 3 زائد 2 ساين تي. وبالتالي هذا هو تمثيل دائرة الوحدة التي مركزها 2 و 3 ونفس قطرها مساوي للاثنين. طيب لو أخذنا الخط المستقيم لكي نمثل الخط المستقيم يلزمنا معرفة نقطة على الخط المستقيم ومتجه يوازي الخط المستقيم. أخذنا مثلا هذا الخط المستقيم، نأخذ نقطة عليه نسميها P، ونأخذ متجه يوازي ونسميه Q. بالتالي ألفا أوف تي ماذا يساوي؟ راح يساوي الـ P بلس الـ Q مضروب في البارامتر تي. لأنه بما أنه يوازيه إذن يمكن نقل الكيو بهذا الشكل. طبعا البي والكيو ثابتة والتي راح يكون متغير، التي ينتمي إلى الأرض. لو أخذنا بي مثلا تساوي 2 و1 والكيو هو عبارة عن 0 و -1، إذن يعني ألفا أوف تي هو عبارة عن البي هو 2 و1 زائدا اللي هو 0 و1 مضروب في الكيو، إذن 2 و1 زائد أو مضروبا في التي. نضرب التي تصبح 0 و -t، نجمع مركب الأولى مع الأولى 2 زائد 0 ب2 و1 - t، إذن هذا عبارة عن الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة 2 و1 واتجاه هذا المستقيم يوازي اللي هي يوازي المتجه كيو الذي يساوي 0 و -1. نفس الشيء لو أخذنا البي يساوي 1 و2 و3، هذه نقطة في الفراغ، وأخذنا الكيو أنه يساوي
واحد وواحد واحد أيضا في الفراغ. طبعا بالتالي الألفا تي ماذا يساوي؟ يكون عبارة عن البي زائد كيو تي، البي بواحد واثنين وثلاثة زائد اللي هي الكيو واحد 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 مضروبة في التي، هنضرب التي يكون واحد واثنين وثلاثة زائد اللي هو التي تي تي، نجمع واحد زائد تي واثنين زائد تي ثلاثة زائد تي. إذن هذا هو الخط المستقيم للفراغ الذي يمر بالنقطة واحد واثنين وثلاثة ويوازي واحد واحد واحد.